معنى قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ وما هما البحران المقصودان في الآية؟ مرج البحرين يلتقيان يعني يتجاوران، يتجاور البحران. هذا معنى يلتقيان، والمراد بالبحرين العذب والمالح، البحر العذب والبحر المالح. وقيل المراد بذلك بحر فارس وبحر الروم حيث يلتقيان في المحيط. البحران إما أن المراد بهما العذب، البحر العذب والبحر المالح من غير تعيين، أو المراد بذلك بحر فارس بحر الروم، ولكن الصحيح الأول أن المراد العموم. ومعنى يلتقيان يعني يتجاوران، بينهما برزخ لا يبغيان أي أن هذا لا يختلط بهذا مع التقائهما. والبرزخ قيل إنه العازل بينهما، وقيل إن البرزخ المراد به شيء من الأرض. البرزخ إما عازل بينهما وإما حاجز بينهما من الأرض. طبعا في هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إن هذه البحار تتجاور ويلتقي بعضها ببعض ولا يؤثر بعضها على بعض، لا المالح ينقلب إلى عذب ولا العذب ينقلب إلى ملح، فكل منهما يبقى بخصوصياته. معنى قوله مرج هنا أرسل أو خلق أو الظاهر والله أعلم أن المراد مرج خلط بينهما أو التقى أو أنه سبحانه وتعالى لاقى بينهما. نعم جعل بينهما التلاقي.